راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة خصصناها لمناقشة هياكل السلطة الانتقالية، وقد أجرينا عدد من المقابلات مع مختصين وخبراء في ذات الموضوع، وتأتي هذه الحلقة متزامنة عقب الورشة التي نظمها منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي بالتعاون مع مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بود مدني يوم السبت الموافق 14 يناير الحالي. وقدمت في هذه الورشة ثلاثة أوراق ناقشت هياكل السلطة الانتقالية. وفي المساحة التالية نستمع إلى الأستاذ عادل سعد فقاد، ده عضو منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل سعد فقاد، عضو منتدى الجزيرة للحوار الوطني الديمقراطي. الليلة قام المنتدى ورشة هياكل السلطة الانتقالية. هياكل السلطة بالفترة الانتقالية اشتملت على ثلاثة ورقات. الورقة الأولى كانت ورقة أكاديمية قدمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم. الورقة الثانية تحدثت عن هياكل السلطة في الاتفاق الإطاري المع والضد. الورقة الثالثة بتتكلم عن هياكل السلطة الانتقالية في ميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. بنفتكر أن المنتدى نفاج لفتح حوار بين مكونات المجتمع المدني في السودان بيقود إن شاء الله لتأسيس حكومة أو سلطة مدنية كاملة غير منقصة. في المحطة التالية نستمع لإفادة من الأستاذ أيمن عمر أحمد، ده أستاذ محاضر بجامعة ود مدني الأهلي. أيمن عمر أحمد، أستاذ محاضر بجامعة ود مدني الأهلية وعضو منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي. حقيقة المنتدى قام وفق رؤية تهدف لجمع القوى السياسية حول منصة تأسيسية للتنسيق فيما بين للوصول للهدف المنشود اللي هو الدولة المدنية الديمقراطية. لا يخفى على أحد إنه القوى السياسية المدنية بينها خلافات حادة جدا في وجهات النظر وفي الرؤية، إلا إنه القاسم المشترك بين كل القوى السياسية هو الدولة المدنية المنشودة. من هنا كان دور المنتدى إنه يكون بمثابة منصة تحتوي الفرقاء السياسيين المدنيين بحيث يتلاقوا فيها ويتواصلوا للوصول للهدف المنشود. واحدة من مشاكلنا الأساسية كقوة مدنية إنه التواصل بيناتنا ضعيف، وأي خلاف بين قوى سياسية للأسف بيتم تحويله أحيانا كثيرة لشيطنة الآخر أو اتهامه وتخوينه. فالأمر ده يعني في النهاية بيصب في صالح أعداء الثورة. من هنا أنا دار أكد على الهدف الأساسي للمنتدى اللي هو بمثابة منظمة مجتمع مدني بتحاول تذوب الخلافات، بتحاول تقرب وجهات النظر، وبتحاول تطرق القضايا الإشكالية اللي واجهت السودان منذ الاستقلال. في النهاية الجهد بتاعنا ده بيتكامل مع الأدوار السياسية والأدوار بتاعت الشباب في لجان المقاومة، والتكامل ده إن شاء الله بيقودنا إلى تحقيق حلمنا في الدولة المدنية الديمقراطية. شكرا جزيلا. مستمعي راديو والتلفزيون دبنجا،
في المحطة القادمة نستمع إلى الخبير في الحكم المحلي وأمين عام حكومة ولاية الجزيرة السابق الأستاذ عثمان عبد. بسم الله. منتدى الجزيرة الحوار المدني الديمقراطي بالتعاون مع مبادرة أساتذة جامعة خرطوم اليوم يعني بقاعة اجتماعات جامعة واد مدني الأهلية انعقدت الورشة بعنوان هياكل السلطة الانتقالية. حقيقة يعني نحن في منتدى الجزيرة الحوار المدني الديمقراطي وفي إطار تدشين أعمال المنتدى يعني زي حبينا أنه نبدأ بهذا الموضوع المهم لأنه بنعتقد أنه هياكل السلطة الانتقالية هي بتشكل البنية التحتية لمسألة التحول الديمقراطي. نحن إذا استطعنا أنه نبني هياكل سلطة انتقالية بشكل سليم أنا أعتقد أنه بنرسي الأساس الأول يعني حل كل المشاكل اللي بتواجه الفترة الانتقالية وترسي لاستدامة لدولة فيما بعد الانتخابات لدولة استدامة للديمقراطية وكذا. نحن يعني زي حبينا أنه نطرح كل وجهات النظر من خلال هذه الورشة بنركز على أهمية يعني عايزين نركز على أهمية أنه يعني حقيقة أنه خلال الفترة الانتقالية دي أهمية قيام المجلس التشريعي الانتقالي لأنه نحن نعتقد أنه هو الأساس لاستدامة الوضع واستقرار الوضع الانتقالي. وفي هذا الإطار نحن بنعتقد أنه لا بد من إيلاء اهتمام أكبر بالمسألة من القاعدة التحت اللي هي من خلال الحكم المحلي وصول الولايات حتى المركز. ودي مسألة أنا أعتقد أنها مهمة جدا لأن أول حاجة بتزيد من قاعدة القاعدة الشعبية للناس اللي بيشاركوا في عملية البناء الديمقراطي وبالتالي يعني نقدر نوفر ضمانات كافية لأنه نعبر هذه المرحلة الانتقالية بكل التعقيدات الهسة هي موجودة فيها أنه نعقد أنه يعني يكون في تمثيل وقاعدة شعبية كبيرة تشمل كل المجتمعات المحلية في القرى وفي الأحياء وفي مناطق النزوح وفي غيرها لأنهم ديل هم أصحاب المصلحة الحقيقية في الديمقراطية وفي التحول الديمقراطي. شكرا لكم. ضيفنا القادم هو الدكتور عبد الله عكود. دكتور عبد الله عكود عثمان اللي هو في التنسيقية بتاعت المنتدى بتاع الجزيرة المدني للحوار الحوار المدني الديمقراطي. المنتدى ده هو أساسا نفسه بيتكون من ثلاثة أوراق اللي هي المبادرة بتاع أساس جامعة الخرطوم ومساق سلطة الشعب المدني المقاومة والاتفاق الإطاري. المطلوب كالآتي: حسن السودان بيعاني من حالة بتاعة تشرذم، حالة بتاعة عدم استقرار، حالة بتاعة سيولة في كل مجال، يعني سلطات غير موجودة. فالمزالة استمرت سنة، الشعب السوداني بيقاوم، لجان المقاومة لعبت دور كبير جدا في المزالة دي. فأي حراك سياسي في الشارع لازم يجي معه حراك سياسي لاتفاق للخروج من هذا البلد. حرب الجنوب مشت في اتفاق سياسي برضو في النهاية، لكن في النهاية لأنه كانوا قايمين النظام البائد كان غرضه الأساسي منهجيا وعقيدته قايمة على أنه يفصل الجنوب لأنه عنده مشروع حضاري. في المحطة القبل الأخيرة نستمع للأستاذ مهدي أبو الحسن عضو لجان مقاومة واد مدني. مهدي أبو الحسن يونس لجان مقاومة مدني. الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية ابتداء من أول قطرة دم سقطت في معركة الديمقراطية والتحرر إلى آخر قطرة دم تسقط في معركة الديمقراطية والتحرر. الشفاء العاجل للجرحى، العودة الحميدة للمفقودين. طيب حاليا نحن في ورشة التحول الديمقراطي في مبادرة أساست جامعة الخرطوم واتناقشت في شكليات المجلس التشريعي ورئيس المجلس الوزراء فحتى ذاته شكل القوى الثورة بالنسبة لنا حاليا نحن معروفة، لكن بشكليات الحاجات اللي ما افتكر انه المبادرة يعني ما معممة او ما قومية في حد ذاتها محصورة على الخرطوم، لكن كويس انها بدأت تطلع في الأقاليم والولايات. نحن هنا هسه حاليا في واد مدني. الورشة
ناقشت يمكن أغلبية الحاجات اللي ناقشتها مرتبطة بالمدنيين فقط، ما ناقشت المؤسسة العسكرية وإصلاح المؤسسة العسكرية، لأنه نحن في وجهة نظرنا إنه الانقلابات العسكرية هي السبب الأساسي المعطل الدولة السودانية لأنها هي تمشي لبر الأمان، والانقلابات العسكرية هي المعطل الحقيقي للتنمية في السودان، والانقلابات العسكرية هي المعطل الحقيقي للتحول الديمقراطي اللي بنحلم به نحن كلنا أبناء بنات الشعب السوداني. في رؤيتنا إنه نحن في لجان المقاومة إنه يا أخي نحن ما حنقعد بذات الناس اللي هسي حاليا بيعاملين في الاتفاق الإطاري مع المؤسسة العسكرية اللي هو البرهان وحميتي وهنزة تنفسهم اللي عملوا الانقلاب العسكري، فالضامن شنو انهم هم يعبروا بالاتفاق الإطاري ده 6-7 شهور زي ما حصل ناس مع ناس احتصام الموز ويكون في انقلاب تاني. عشان كده نحن قلنا في رؤيتنا في لجان المقاومة لا بد من يكون التحول حقيقي، ولا بد من إكمال الثورة وتتمارس العدالة وتكون السلطة من هياكل الثورة والثورة الحقيقية. عشان كده نحن بنواصل في نضالنا إلى أن نحقق التحول الديمقراطي المنشود. دمتم ودامت منابر الشعب السوداني حرة أبية. في محطتنا الأخيرة مستمعي راديو تلفزيون دبنجا نستمع للدكتور علي سيوري رئيس مبادرة أساتذة جامعة القرى. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور علي سيوري رئيس مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم وأستاذ بكلية الهندسة جامعة الخرطوم. في الحقيقة الواحد الليلة سعيد أنه بيشارك مع منتدى جزيرة للحوار المدني الديمقراطي في الورشة بعنوان انه اللي هو بيتكلم عن هياكل السلطة الانتقالية. طيب في الحقيقة نحن كمبادرة جامعة الخرطوم اللي بدأت من 2018. مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، بنهاية حديث الدكتور علي سيوري نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أصوات الولايات، والتي خصصناها للاستماع لإفادات من خبراء ومختصين من ولاية الجزيرة ومن ولاية الخرطوم حول هياكل السلطة الانتقالية. وحتى جديد اللقاء لكم مني عاطر التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.